بالتحديد يوم 28 من الشهر الجاري. طبعا اعضاء النادي الاهلي هيكونوا متواجدين ومتوافدين كمان على مقر النادي الاهلي في الجزيره للتصويت على لائحه النظام الاساسي او بالتحديد مشروع لائحه النظام الاساسي. زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كان عرض المشروع ده لاعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي وايضا لجمهور النادي الاهلي من خلال التواصل مع الاعضاء او اعضاء مجلس الاداره بالتحديد عشان يتكلموا في اللائحه وبعض البنود اللي ممكن تضاف او تحذف او يتم تعديلها. وده فعلا اللي حصل. النادي الاهلي عدل 31 بند في لائحه النظام الاساسي او مشروع لائحه النظام الاساسي بناء طبعا على التواصل مع اعضاء النادي الاهلي ومع كمان جمهور النادي الاهلي اللي كان معمول طبعا بريد الكتروني للتواصل. بالتالي كمان كان في اكثر من 3500 مقترح. في الاخر تم الاستقرار على بعض التعديلات المهمه وتعديل كمان اكثر من 31 بالظبط بند في لائحه او مشروع لائحه النظام الاساسي. فبالتالي ده كان شيء اهم جدا. من ابرز البنود اللي احنا لازم نتكلم فيها وهي خاصه برئيس النادي. زي ما احنا عارفين قبل كده كان محدد من سن 40 ل 70 سنه رئيس النادي يترشح. قبل اصغر من 40 سنه ما ينفعش يترشح واكثر من 70 سنه ما ينفعش يترشح على مقعد الرئيس. تم تعديل هذا البند. اذا اي حد اقل من 40 سنه يقدر يعلن ترشحه او يقدم اوراق ترشحه لرئاسه النادي الاهلي واكثر كمان من 70 سنه. وده شيء اكيد كان مهم وهيتيح فرصه كبيره للشباب للحق في الترشح لرئاسه النادي الاهلي وده شيء جيد ومميز جدا. وايضا زي ما احنا عارفين الوفاق او وفقا للميثاق الاولمبي بيسمح او ما بيسمحش كمان بالتمييز على اساس السن والدين او العرق. فبالتالي ده كان شيء مهم جدا. وبالتالي كمان يعني زي ما احنا عارفين كان في شرط ان دايما يبقى في مقعد للمراه. تم الغاء هذا الشرط او تم الغاء هذا البند عشان ايضا ده طبقا للتمييز. ما يبقاش في تمييز طبعا في اللائحه وده شيء مهم وده طبقا طبعا للميثاق الاولمبي. ويمكن البعض كان انتقد شويه لكابتن محمود الخطيب راح او مجلس ليه راح واجتمع مع اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب. ادينا عرفنا اهميه هذا الاجتماع عشان ما نعيدش القاره ثانيه او ما نعيدش الموضوع ثاني. ممكن اللجنه الاولمبيه يبقى عندها بعض الامور اللي لازم تضيفها من خلال الميثاق بتاعها على اللائحه. فبالتالي النادي الاهلي اختصر وقت ومسافه ومده وزمن كبير جدا من خلال الاجتماع مع اللجنه الاولمبيه سواء في مقر اللجنه الاولمبيه في مدينه نصر او لما زارت اللجنه الاولمبيه وفد اللجنه الاولمبيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره واجتماع مع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. فبالتالي ده كان شيء مهم جدا. ايضا من ضمن الاشياء والبنود الهامه جدا ان اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي زي ما احنا عارفين هيبقوا 12 من خلال رئيس ونائب وامين صندوق وسبعه اعضاء واثنين عضوين تحت السن اقل من 35 سنه وده شيء اكيد ايضا مهم. وعدد الاعضاء اعتقد مناسب جدا عشان طبعا كل ما العدد يبقى يعني 12 او يمكن اكتر شويه اقل من كده هيبقى صعب عشان طبعا لازم يبقى في اراء مختلفه داخل المجلس وكله بيبقى في مصلحه النادي بشكل عام. الشيء بقى الاكثر اهميه وهو يخص روابط المشجعين. زي ما احنا عارفين روابط المشجعين كانت بتتعمل بطريقه عشوائيه خلال الفترات اللي فاتت طبعا يعني ما كانتش بتبقى فيها نظام او تواصل بالتحديد مع مجالس الانديه بشكل عام مش النادي الاهلي بس. فبالتالي النادي الاهلي يعني قرر ان يكون في تواصل ويكون في تنظيم لروابط المشجعين للحفاظ على حقوق الجماهير وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم كمان وده شيء هام جدا. واكد كمان او اكدت النادي او اللائحه بالتحديد ان اي فئه غير منضبطه ستكون خارج هذا النسيج طبعا ده خلال التواجد في لائحه النظام الاساسي. وبند كان مهم جدا وعدد الجماهير اللي ممكن من خلالها تعمل رابطه او يتم تكوين رابطه مش هيكون اقل من 150. هيكون في دعم مالي كمان من او دعم مادي كمان من النادي الاهلي. يعني الامور كلها هتكون تحت الاشراف من قبل مجلس اداره النادي الاهلي وده شيء مميز ومهم جدا 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 عشان ان شاء الله نتفادى اي مشاكل ممكن تحصل من خلال روابط المشجعين بشكل عام. هم لما بيعملوا مشاكل بيبقى هم هدفهم ان هم طبعا حفظهم على اساسيات النادي وحبهم للنادي الاهلي. فبالتالي عايزين الجزئيه دي تبقى منظمه وده كان موجود في لائحه النظام الاساسي واللي هيتم عرضه ان شاء الله يوم 28 من الشهر الجاري. مهم جدا 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 يعني توافد عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي. احنا عارفين النصاب القانوني 12500 عضو مهم يكونوا متواجدين. ان شاء الله اتوقع ان هيكون في اكتر من كده علشان ده شيء مهم ان اعضاء النادي الاهلي يحددوا الدستور الخاص بيهم. ما يمشيش النادي الاهلي باللائحه الاسترشاديه وده شيء هام لكيان كبير جدا زي النادي الاهلي.